السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نرحب بأبنائنا الأحباء الأعزاء طلاب مدرسة التميز النموذجية. أهلا ومرحبا بكم مع قسم التربية الإسلامية، ومعنا اليوم إن شاء الله درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. اليوم إن شاء الله راح نتحدث بعون الله وتوفيقه عن درس بعنوان أؤمن بالبعث بعد الموت وأهوال الحشر، صفحة 100. افتحوا لنا الكتاب يا شباب مع بعض ان شاء الله. هنا نبدأ الدرس بسؤال: ما الحقيقة الحتمية التي تقررها هذه الآية؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. ما هذه الحقيقة يا شباب في هذه الآية؟ كل نفس ذائقة الموت. يبقى الحقيقة ايه؟ تمام، أحسنتم، الحقيقة الموت. طيب، هنا بسأل: ما حكم الإيمان بالبعث بعد الموت؟ إن إحنا نبعث بعد الموت، ما حكم الإيمان بذلك؟ تمام، بارك الله فيكم. واجب فعلا، موجود في الكتاب والسنة، لأن الله يقول: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، يعني بعد أطوار خلق الإنسان اللي ربنا ذكرها في الآية السابقة، قال: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. طبعا فائدة البعث إن احنا ربنا يحاسبنا على أعمالنا في الدنيا. طيب، الكافرون لماذا أنكروا البعث بعد الموت؟ ليش؟ ها، حد يعرف يا شباب؟ تمام، بارك الله فيك، تسلم يا ابني. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هم كانوا زعموا أنهم لن يبعثوا لأنهم كانوا يظنون أن ذلك غير ممكن. طيب، يعني إيه البعث يا أستاذ؟ عايزين نفهم. البعث معناه يا شباب إحياء الأموات يوم القيامة. طبعا الكل سيموت زي ما اتفقنا، كل نفس ذائقة الموت، الكل سيموت والكل يبعث يوم القيامة. واضح كده؟ هنا بقى نبدأ النشاط الأول. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هنا هذا الكافر بيسأل الرسول: من يحيي العظام وهي رميم؟ فربنا أمر الرسول يرد عليه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. واضح كده يا حبيبي؟ دي مهارة الرد، تعرف كيف ترد على من أمامك بإقناع. طب يعني إيه الحشر؟ إحنا كده خلاص الناس بعثت، يعني تم إحياؤها من القبور، بعد كده يحشرون.
يبقى يحشرون معناها ايه؟ خمنوا كده، فكروا، قول يا ابني اتفضل. تمام، بارك الله فيك. يبقى الحشر جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم في مكان واحد، ربنا يحاسبهم ويقضي بينهم على ما فعلوه في الدنيا، وكل هذا في مكان واحد. طبعا ربنا قال إلا إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وقال وحشرناهم فلم نغادر منهم إيه أحدا، ما في أحد اسمه لن يحشر. طيب حكم الإيمان بالحشر، تفضلوا حبيبي، يعني هل يجب علينا نؤمن بالحشر ولا لا يجب علينا؟ يلا قول يا ابن، تفضل. أحسنت، ممتاز، إجابة موفقة. يبقى واجب، يجب علينا نؤمن بالإيه؟ بالحشر، وأن الله يبعث كل من مات، سواء أكله سباع أو احترق أو غرق. تمام. اللي بعده بقول لك ما المقصود بأهل الحشر، من هم الناس اللي هتحشر؟ حد يعرف يا شباب؟ خمنوا كده، من هم أهل المحشر أو أهل الحشر؟ تمام، رائع، تسلم يا ابني. يبقى هم الجن والإنس والوحوش والطير، يحشرون. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام يحشر الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء. وقال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، إلى آخر الحديث. طيب احنا شايفين كده في الصورة في ثلاث أصناف من الناس، إيش قاعدين يسوون؟ ها، عايزين واحد يقول لنا هذه الصورة بتدل على شنو؟ واحد بيجري صح، وهذه بيمشي مظبوط، وهذه بيطيح صح. أحسنتم، صح. يبقى أهل المحشر لن يحشروا على هيئة واحدة، كل واحد يأتي على حسب عمله، منهم من يرقد يعني يجري، ومنهم من يمشي على قدمي مثل هذا، ومنهم من يقع في النار لو كان بيمر على الصراط، نفس الشيء. ففي أرض المحشر الكافر يسحب على وجهه، طبعا ممكن حد يتعجب شلون يعني. فالصحابة سألوا الرسول ذلك فقال لهم الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه، يوم يسحبون في النار على وجوههم. تمام. وهذا الحديث اللي احنا ذكرناه. النشاط الثاني، عايزين نصف أرض المحشر، هيكون شكلها يا شباب أرض بيضاء يعني ناصعة البياض، عفراء يعني ناصعة البياض، كقرصة نقية أي الخبز النقي. تمام. يبقى أرض المحشر هي أرض مستوية وأرض بيضاء نقية. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. طيب هنا أرض المحشر احنا قلنا أرض بيضاء لا عوج فيها، وهي ليست كأرضنا التي نعيش عليها الآن. ها، فكروا كده، أين ستكون أرض المحشر؟ وين؟ ها، مو عارفين؟ أنا أقول لكم، أنا أرض المحشر تكون بالشام، هي أرض الشام، منطقة الشام، لكنها طبعا تبدل، لن تكون نفس الأرض الموجودة حاليا. فالرسول قال الشام أرض المحشر والمنشر عليه الصلاة والسلام. طيب يا أستاذ مين بقى
اللي هم ينعمون بظل الله يوم القيامة. الناس اللي هتحشر هيحشرون في الشمس، وبعض الكفار يتمنى أن ينجيهم الله من هول الحشر والموقف ولو إلى النار والعياذ بالله. تخيلوا موقف صعب، لكن ربنا بيكرمهم ويظلهم بظله يوم القيامة. المتحابون في الله، شوفونا يا شباب، هنا الرسول بيقول إيه؟ إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلاله. ربنا بينده عليهم، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. تمام. طيب بالنسبة لحال النار يوم الحشر، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يبقى النار والعياذ بالله تقف ولها صوت مليء بالغيظ، تريد أن تتلقف هؤلاء لهم أهل النار. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يبقى تأتي جهنم يوم القيامة ولا صوت تغيظ. النشاط الثالث بيقول لك في حديث خاص بالشفاعة، تعالوا نسمعه مع بعض كده ونشوف ايه الفوائد من هذا الحديث. يقول الرسول في تكملة الحديث في نهايته، لأنه الحديث طبعا طويل، فلا يبقى أحد من الناس إلا قال نفسي نفسي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول يا رب أمتي أمتي. طبعا أمر عظيم إن احنا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع لنا عند الله. كل نبي وكل أحد يقول نفسي نفسي إلا الرسول صاحب الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام، فيقول يا رب أمتي أمتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أسألكم بقى سؤال كيف فكروا فيه، ها مدة يوم القيامة قد إيه؟ ها تمام تمام، تسلم يا بطل بارك الله فيك. يبقى 50,000 سنة بالنسبة للكافر يوم طويل، لكن المؤمن ربنا بيخف عنهم هذا اليوم. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. صدق الله العظيم. ويوم القيامة بالنسبة للمؤمنين كقدر ما بين الظهر والإيه والعصر، سبحان الله، لكن الكافر 50,000 سنة. أستاذ أنت كده بتخوفنا. يعني طب شلون نستعد لهذا اليوم؟ ماذا نفعل؟ يلا الكل بقى يجاوب معنا سؤال مهم كلنا محتاجينه، كيف نستعد لهذا اليوم العصيب؟ تمام، ببعض الأعمال الصالحة زي قراءة القرآن وبر الوالدين والصدقة والصلاة وعمل الأركان، أركان الإسلام زي الحج وغير ذلك. تمام، أحسنتم يا شباب بارك الله فيكم. النشاط الرابع يا حبيبي بقولك تناقش مع زملائك حول ثمرات الإيمان باليوم الآخر. طبعا دي سؤال سهل بقى وعايزين الكل يشارك فيه. يلا حبيبي الكل يرفع يده. يلا بنتفضل أول واحدة. تمام، ان هو يعتبر من الايمان بالغيب. تمام، احسنت يا حبيبي. وطبعا الايمان بالغيب هو طريق الفلاح في الدنيا والاخره. اللي بعده، ممتاز، الاجتهاد
في كثرة العمل. لو انت امنت باليوم الاخر تكثر من العمل الصالح. اللي بعده، نحذر المعاصي. رقم 4، تسلية المؤمن عما يفوته في الدنيا. لو اي شيء فاتك في الدنيا ما تندم، لانك عارف ان ربنا سيعطيك بدلا منه في الاخرة. رقم 5، من يقول يلا اتفضل يا حبيبي احسنت، ان احنا هنحب ما يحبه الله تعالى. بارك الله فيك، تسلموا يا شباب، ما شاء الله عليكم. كده يا حبيبي وصلنا الى المرحلة الاخيرة من درس اليوم، ان احنا نعرف ما هي الحقائق والمفاهيم اللي احنا طلعنا بها من هذا الدرس. ها تفضل يا ابني اقرا كده. رقم 1، بارك الله فيك، البعث بعد الموت حق والتصديق به واجب. كلام جميل. اللي بعده، تمام، يبقى هنا يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا، ويذهب أهل المحشر على هيئات مختلفة. تمام، بارك الله فيكم يا شباب. القيمة اللي طلعنا بها اليوم ان احنا نؤمن بيوم الايه؟ الحشر. طيب المظاهر السلوكية بقى ماذا نفعل؟ يلا عليه الدور، اتفضل. بارك الله فيك، تستعد لهذا اليوم بالعمل الصالح. ممتاز، اللي جنب اللي وراه، ايه احسنت، نقطة حلوة، ان انا احاسب نفسي عند الخطيئة. طول ما انت بتحاسب نفسك تطور كده، بتصلح من حالك وتحاول ان انت تضبط امورك. احسنتم يا شباب، اجابات موفقة وجهد رائع ومشاركة طيبة، بارك الله فيكم وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.